مالك يا يوم شباب، شلونكم؟ شو الدين، اخباركم؟ إياك ولو نعبد صلاة وإياك بشوف نستعين، صعدت هسه، شوف ايش لقيت. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلا باكر باكر نكمل المقطع. هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. طبعا هاي الشادات هسه فتحناها، طيرونا طبعا شويه الجو شباب، يعني املح، لا هي تراب لا هي ضباب، ما اعرف ما اعرف هاي الشادات قلب الجنح يا الله، بس تفروا هاي شباب ما تطير حد، يعني باعوا وضعيته هيك. طبعا بقى ذني تقريبا بيهن 68، حتى الجوز اللي رجع هم ضاع مرتله، ما اعرف رجع متمرض وضعيته مو صحيحة، هم ضاع ذني بقى بيهن زوج شعل بسود ويمكن 5 أو 4 كمار ليه ذني تكملتهن. بس مشكلة مال الفرشة شباب هاي مالتن، يعني صبح شوية جنحن احسن، هسه شوية هذا انفصل مع العصر، طبعا الطيور لمت وهذا جنح حتى تشوفوه هسه، بس الصبح تختلف. ثاني شوية شباب لين رمضان وطالع للشغل ودا ارجع متأخر والله، فاعذروني التصوير مو كامل، يعني صورتكم هي ضية وطايرة، هسه المفروض اني يعني افتحها واصور لكم اياها بغير طريقة، بس لان يعني صعدت لقيتهم كاشية فبعد ما تسوى. هيجي وتقلب لي غادي من يسرى وهاي الوضعية مالته، بس يعني بالمربع اللي داير ما دايرنا شباب تخبط وتطلع وطبيعية. وقبل شوي مهم نزلت هيجي يوم خبطوها تنقصت، بس تقريبا بعد هاي الطيور كمربع يمنا الامور تمام، بس احنا شوي نلح عليها حتى هاي سالفة الفر شوية تقل. هنا أنا بالجهة الثانية فاتحين ذن الفرخات الأراف التيادي، ذني تقريبا 45 فرخة، طبعا عجوع فاتحين طيور جوعانات. المصبغ اصفر الوجبه القديمه، المصبغ ازرق وجبه جديده، المصبغ وردي طيور مال غير وجبه، يعني صار طبعا حولت ذن الزوج الاعراف اللي هنا، حولت هذا الانتاج مالت انجو شوفات كتلنا زقلنا نشوف والله حول جوا فرص، يمكن حبتي والله يمكن زاقته، حولت جوا كبير صور الزق، وهذا اخو لين زوج مشتفات. تحديد جديد شباب، الشتريات دقيت الانحله، هاي الشتريات حتى بيهن بيضة، هاي طيرة بيضة نعم، هاي الشتريات هنا أنا دقيت لي نحلة كلهن وراح نزقهن. هذا برج الصيد ما بينا عرافة شلونكم، مر لهذا هم صايدين شادات، هم صايدين هاي مخربطة وحدة حمور طواير كاملي. جبت الحمور بعدها اللي تجيبها هاي تقريبا راح تعدل، هي بعد هاي الشادات شباب بيهم مشكلة واحدة هسه اللي تتواجهنا، ما اعرف يعني من الاصابة ما الطيور ظلت تفر هواية، من العلاجات
فبس يريد لها يعني شلون نخففها بعد بدها حتى هاي السالفه مال الفرع تنتهي. أنا هذا البرج نفس ما تدرون صارن بي الأجنبيات الستة وثلاث زواج أرافل، الأرافل هنا ثلاث زواج جواهن بيض كلهم صبن بيض كلهم صبن بيض أظن من رب العالمين. أنا شهدنا بالله أنا عندنا أرافل جاهزة الشباب، شوفوا هذا الإنتاج ما شاء الله، شوفوا تراشية وين نازل دراجية وين نازلة، هذا فرق من الانتاج وذني ثلاثة. بس هذا نسيت احلقه، هسه احلقه وصلنا لايكات تعليقات لا باب، اشتركوا بالقناة الحين اذا ما مشتركين تأكدوا اشتركوا بالقناة، خلونا لايكات تعليقات الامور هاي. اي شباب هاي الشهادة جتني حطت ان شاء الله باكر نسوي لها مقطع خاص، يعني المقطع الجاي من وقت المطيار من قبل لا اطير لها. شوف هذا المسرح الجديد همين طالع شوية من يمه اسوي لنا صعد اصور لكم اياه، ان شاء الله المقطع الجاي يكون خاص للشادات ومطيارهن وهالامور هاي. تعالوا خلينا نشوف هذا، هنا عندنا انتاج هذا الارفلي، شوف ذني رجع البيضين، هذا ذني بيضين وشلنا بيضهن، بس انتبهوا على شغله شباب، يعني شوف ذني شلون طيور فول حزام وتراشي ما اعرف لين اول حلق دبل لي حلق تك فرخ يخبر، تك فرخ مو كلش حلو. نشوف هنا عندنا هذا الفرخ يخبر، هذا جبالي خارجه بقي ويا الحبريات، هذا نسخه من هذا ابو ذاك الاخ. شوفوا شباب شلون فرخ حلو، حتى لونه عبايه ما شاء الله، لاني هم جواهن بيض مال أرافل، وذين هم جواهم بيض مال أرافل. يلا بلك على الموسم نسويهن فد 10 زواج، لا سنة بعود هم بني. والله شباب ما متفرغ صراحة، يعني حتى ذني ما متفرغ لهم، يعني جرادلهم ذني هسه فد اسبوع هيجي نبدي نطيرهم، يعني ذني المصابنات عجيب، هذا الصابون بالجنح ما اعرف والله شنو الموضوع، شلون هيك ينطي ثقة للطيور، شلون مأمنات يلعبن براحتهن ما اعرف. اللي راح اسويه شباب من انا مثلا فد اسبوع يجي نبدي افتح لي المسبح يسبحن مرة مرتين الجنح يرجع جديد ونبدي نطيرهن. فهاي عايفين اني من دا اطلع للشغل ما دا افتحهن، بس من دا ارجع دا افتحهن، بس اي دا اوصل وياهن مرحلة انه من اطلع للشغل افتحهن الصبحية يقمزن براحتهن وارجع القاهن مرة مرتين افتحهن الصبحية ثلاثة اربعة، لانه بعد ما علي شيء متأمل الخير ان شاء الله بهاي الوجبة، لان شباب الدشر انصح ومأمنات وشوفوا هسه هذا الخير، يعني بدا يطيرن ويحطن فره فرتين، واحد قبل كم يوم من ذني المصبغات شلون هذا يمكن، العفو شباب لو هذا لو ذاك الاخ واحد من ذني المصبغات طار صار بالافلاك،
ظل يهوش يهوش رايح جاي رايح جاي. بس عالي شباب، انا لا مجرد هنا انا تبك لي شيء ثاني صعدني شيء ثاني صعدني وعينه عليا. المهم شو ما نروح راح بعيد والله ورا ساعة تقريبا شفته جاي من وحدين صار فوق هنا، قلت له عشان يحط يعني ان شاء الله زين الامور. مشكور اخونا سيد حسين ابو مدينة الصدر دزلنا هاي الفرخات اللي مصبغة ازرق. عندنا كم واحد ما مصبوغ بعدهم، هذا هذا انه ذني هذاك انه يمكن ثلاثة اربعة ما مصبوغات. لا انطيت لا لقاحات لا علاجات لا فيتامينات. انا اقول لكم بدلت الاكل شباب، الاكل بدلته. ايش صارت وضعية الاكل؟ شعير حنطة ومخبوط خفيف ثلاثة اشكال، خليت شعير والله زايد وخليت حنطة زايد. تقريبا كل يوم دانطين ثلاثة اربعة طاسة دي مسحنها يعني، حتى خليت لهم بعد ما اعرف مدى يكفيهن اقولك. بس مدى يبقى اكل بالقاع، شعير دين اكل حطه دين اكل كلها دين اكل. اي شباب رجعنا طبعا هسه طقت ما ادري شنو يمنا ما ادري دقه وما ادري سوى طارت الفرخات والله رجعت حتى طارت مرتي رجعت حتى جا مصبوغ اخضر كله. هذا مو مالتنا، هذا ابيض مصبوغ اخضر مو مالتنا. عندنا طارين، عندنا طارين ثلاثة، اثنين جلدات قديمات وهذا واحد. سنين نزلن دني نزل علي عندنا ثلاثة طائرات وساي الحمر هم طائرة. شوفوا صعد هذا الفرح والله، هذا من المصابنات. شغل الغبية طلع قبل. اثنين جلدات بس هذا غريب جديد. طلع قبل هاي قفوا البعض حرام والله ولا انا خلى. ايش يصير مضي ما ادري، هذا المسرح قبالك شو تريد بعد يعني اكثر؟ يمكن كشف يمه شويه يمكن نشوف والله. هذا صار فوق البيت
هذا وينه؟ عمي هذا طاير والحم هذا مطير والحمرة طايرة، شو يصير الطير؟ هاي حط على الجامعة طبعا. ويا هذا الغبي حط على الجامع. اي وقت فطور. عيني شباب طبعا هذا امطار واحد الفرق ذاك حط يم الجامع تمام. يلا يم بيت الله ولا بغير مكان. هذا عندنا طار واحد يا يعني انت تطير من مكان المفروض ترجع على نفس المكان. شلون هذا الخير هسه؟ اكو احترام. يلا هم نعمل هذا الفرق. هذا اللي قلت لكم مصبوغ هذا يا تراح والله هذا غيره مصبوغ خلاص. شوف من مضيع شهادات مصبوغ خضر اليوم فطية. ها ذاك اجل المطر مالتنا. ما يقتنع يفتر راحت على يضيع عن بعد من وراه. طلع كله قبل هيك ورا هاي النخلة واللي غاد ذاك يعني شو تقول. لا اشكالة قوي لا هاي والله قريب مترتين بيناتها. بعد شي تريد بس هذا اعرف. هذا ايش قلبنا شباب بين السالفه. عيني شباب طبعا الفرخ هناك دي يطير هو الحكي هناك وين ذني الكربونات وراهن. حيصير وقت الفطور بعد راح ينزل يرتاح شوي فراح هذا بيتك راح عشيه ينزل يطب يطب بين ما ينزل ويطب اجا اجا ما اجا طب مرض. وانطيكم باقي التفاصيل ان شاء الله بالمقطع الجاي. لا تنسون شباب اشتركوا بالقناة تعليقات لايكات الامور هاي وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم.